العلم تجنب الافتراق في مسائل لم يتكلم عليها كبار أهل العلم، خاصة ما يحدث في مواقع التواصل. أنا والله قلت لكم يا إخواني ويا أبنائي الكرام، قلت لكم اجتنبوا هذه المواقع، ولا تكلفوا أنفسكم الكتابة في كل شيء، بل إلزموا غرز العلم وتعلموا قبل أن تتكلموا، ولا تسارعوا إلى الكتابة. بل بين بعض الشباب ربما كتب في موضوعات خطيرة جدا، لو عرضت على الصحابة لهربوا منها جميعا. قد بلغت أن يعني موضوعا طرق في منتدى من المنتديات العلمية، وهو الكلام على حديث الصورة وتحول، والمتضمن تحول صورة الله تبارك وتعالى، خاضوا فيها خوضا عظيما. قل مسألة الصورة أصلا مسألة خطيرة، إثبات الصورة لله تعالى، إن الله خلق آدم على صورته، هذه مسألة يعني من أخطر المسائل، فكيف بالخوض في تحول الصورة؟ أقول هذا من الأشياء التي لا ينبغي أن يتسارع فيها طلبة العلم. وإني أتودد إليكم جميعا، أتودد إليكم أن تعرفوا قدر أنفسكم، والله من تواضع لله رفعه، وإياكم الغرور، ما فرق المسلمين إلا مغرور بنفسه، وما ضر مسلم نفسه بأكثر من أو بأشد من الغرور، فإن الغرور يقسم الظهور. وتواضعوا واسمعوا أكثر مما تتكلموا، ولا تخوضوا فيما لا يعنيكم، كأن بعض الأشياء أو بعض الأمور المسلم راه في ساعة لا يتكلم فيها، يتكلم في فلان من المنتسبين إلى الدعوة، اترك هذا لأهل العلم، لا تخوض فيه، إذا كان عندك موقف خاص خليه عندك، لكن أن تمشي هنا وهناك وتنط من هنا وهناك وتجعل حديثك في هذا الموضوع بالذات بأن فلانا قد تكلم فيه وأنه حذر من بالتخرص والتخمين والزيادة والنقصان، إن هذا والله نقصان لدينكم، والله إني لكم ناصح أمين. تواضعوا قدر ما تستطيعون واطلبوا العلم، ولا تضيعوا الأوقات في هذه المواقع، ما تقرؤونه في هذه المواقع لو بذل نصفه أو ربعه في قراءة كتب العلم لصرتم علماء بإذن الله تعالى، مع ما تتلقونه من علم عن معلميكم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم ويرزقني معكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.